تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، سنحاول حل اختبار مادة التربية الإسلامية للفصل الأول. السؤال الأول ولا التمرين الأول، أكمل صورة التكاثر. أعطونا الكلمات: النعيم، تعلمون، التكاثر، المقابر، الجحيم، اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم، نعم، التكاثر. حتى زرتم، جيد، المقابر. كلا سوف تعلمون، نعم. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، جيد، اليقين. لترون الجحيم، الجحيم. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. التمرين الثاني، أربط بسهم. أمه، هنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمه، كفله، أرضعته، اختار له جده، أبوه. جده عبد المطلب، آمنة بنت وهب، اسم محمد، عبد الله، حليمة السعدية. أم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمه، آمنة بنت وهب، جيد، نربط بسهم. كفله، من الذي كفله؟ جيد، كفله جده عبد المطلب، نربط بسهم. أرضعته، من الذي أرضعته؟ طبعا حليمة السعدية. اختار له جده، جده هو الذي اختار له اسم محمد، جيد. وأبوه، أبو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله، أحسنتم. وهكذا انتهينا من التمرين الثاني. التمرين الثالث، مطلوب منا أن ألون بطاقات أركان الإسلام. أركان الإسلام، الحج، نعم، ركن من أركان الإسلام، حج بيت الله، نلون. الزكاة، نعم، ركن من أركان الإسلام، إيتاء الزكاة، نلون. النظافة، ليست ركن من أركان الإسلام. الصلاة، طبعا ركن من أركان الإسلام، وهي إقام الصلاة. الصدق، ليس ركن من أركان الإسلام. الأخلاق الحسنة، ليست ركن من أركان الإسلام. الشهادتان، طبعا ركن من أركان الإسلام، وهي ركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الصوم، كذلك ركن من أركان الإسلام، وهي صوم رمضان. وهكذا نكون قد لونا جميع أركان الإسلام، وهي خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله. التمرين الثالث، الرابع، أجب بصحيح أو خطأ. الوضوء طهارة ونظافة، نعم صحيح. أبدأ وضوئي بالنية، صحيح، دائما أبدأ بالنية، جيد. المبدرون ليس إخوان الشياطين، خطأ، المبدرون هم إخوان الشياطين، خطأ. المضمضة، مضمضة هي غسل الأنف، خطأ، المضمضة هي غسل الفم، جيد.
وأخيرا في الوضوء أغسل ذراعي قبل وجهي. هل أغسل يدي قبل وجهي؟ خطأ، أبدأ بالوجه ثم الذراع أي اليدين. وهكذا نكون قد انتهينا من الاختبار، وإلى اختبار آخر. مع السلامة.